نتكلم عن التجميل، الراشن تكنيك ممكن تتحدثي لنا شويه عليه وتوضحي لنا اياه اكثر، والاي وجه إلوك الراشن تكنيك اللي هو التكنيك الروسي درج بالفتره الاخيره بموضه التجميل طبعا واخذ صدى كلش كبير وهواي بنات يحبون يسووه، بس احكي لي الاي وجه إلوك او شنو هي التقنيه دخلت لنا؟ طبعا هي تكون احنا لما يستخدموها للشفه اكثر شيء، انه نعم. الشفه يا هو اللي يجي انه اريد الشفه الروسيه فطبعا هي ما تطلع بكل الشفه، يعني اكو شفه مثلا هي اصلا عريضه ما تصير بها هاي التقنيه، فاحنا كل رسمه يعني كل وجه رسمته تختلف عن الثانيه، ممكن انه هذا الوجه يعني حتى اذا اسوي له هاي التقنيه اذا اسوي له هاي الرسمه ما يطلع حلو، يعني حتى اذا عبد الجود بي هو يجوز يشوه يصير مو حلو، ملامح الاصليه تروح احلى تبين بشع. يعني اني هم اني واحده من البنات اللي عانيت من هذا الموضوع، اللي هي الرشن تكنيك كانت كلش عجبتني الشفه، بس كل ما اسويها ورا اسبوع تصير عندي طوب هنا وطوب هنا، ما تاخذ الشكل الرسمه، عرفتي؟ هذا سببها، هذا سببها شنو؟ هذا سببها مو انت، هذا سببها الخبيره او الاخصائي اللي يحقنك. هاي المفروض ان احنا من نكمل الحقن نسوي مساج للمنطقه حتى ما تتكتل او ما تصير دعابل بهالمنطقه وهالمنطقه. احنا اذا تحكي انت اذا سوينا مساج يقولون يصعد الفيلر او يتحرك يصعد على الشارب على منطقه الشارب يصعد عندنا او هذا مو اللي يسوي هالمساج، هاي اثناء الحقن لازم انه عندنا خبره انه من يعني ما نحقن عندنا اله انه نلزم بها المنطقه حتى ما يصعد الفيلر. نعم. فيكون الفيلر محصور بمنطقه الشفه فقط. نعم. ما يصعد فوق الشفه. جميل جدا. دورون جمال روسي شوي جمال العراقي. مقاله منه. بعد موضه التجميل من تتطور. اكيد يعني صح. احنا مرات هو يكون قد ما هو نعمه يكون نقمه بنفس الوقت، يعني اكو بنات هواي يجون يعني احكينا عن هذه التجارب يعني هواي يجون ما بيها شيء وجهها حلو هي حلوه. اريد اسوي تجميل، انت حلوه يعني لو اسويش تجميل انا ما حلوه تصيرين، لا انت مصره وبعدين تسوي وبعدين ترجع تبكي واريد اذوبه وهاي يعني ما تخلص هالبنات.